ولنقاش ملف استمرار استهداف الكفاءة العلمية في ظل الحكومات المتعاقبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يا مرحبا دكتور، في ظل استهداف الكفاءات العراقية من علماء وأساتذة جامعات بالاغتيال أو تهجير الممنهج، ما مدى خطورة تهجير كفاءات العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع هو ليس جديد، الموضوع بدأ منذ أيام فرق التفتيش اللي كانت تبحث عن ما يسمى كذبا بأسلحة الدمار الشامل في العراق قبل احتلاله قبل 2003، تقريبا منذ فترة التسعينات من القرن الماضي، وكانت تبحث حقيقة عن العقول العراقية التي ساهمت في بناء نهضة العراق بعد أزمة أو حرب الخليج الأولى. فطبعا هذا الموضوع استمر، وكان أحد أهداف هذه اللجان هي التعرف أو أخذ هذه المعلومات عن هذه العقول والكفاءات، واستمرت إلى ما بعد 2003 عندما أصبحت فوضى عارمة في العراق بعد احتلاله وضياع الأمن في مرافق الحكومية والاجتماعية والمجتمعية. فبدأت هذه السلسلة من اغتيال علماء العراق وعقوله، لأن هذول هم قمة الهرم الأكاديمي والعلمي والذين يساهمون في بناء قدرات العراق العلمية والتكنولوجية والاقتصادية. نعم. طبعا هذا موضوع خطير يجب أنه دائما الوقوف عنده وتوفير يعني مستلزمات حماية أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العراق. إلى أي مدى تظن دكتور أن الحكومة اليوم عاجزة عن حماية هذه الفئة الأكاديمية بعد محاولة اغتيال رئيس جامعة ميسان، اغتيال كذلك أستاذ جامعي هناك؟ نعم، الحقيقة الحكومة هي يعني نستطيع أن نقول هي حكومة تصريف أعمال، هي لحد الآن لم تضع خططها أو عملها لكي تبني نظام أمني قوي في البلد وفي مؤسساته. والأستاذ عادة يسمى أو عضو هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، فعندما نقول حرم جامعي يعني يتوفر فيه كل مستلزمات الحرية الفكرية والعلمية والبنائية والإبداعية، فكيف يعني يسمح لمجاميع خارجة عن القانون أن تدخل الحرم الجامعي وتقوم بتصفية أعضاء التدريس أو محاولة لقتل رئيس جامعة؟ وهذا ليس جديد، طبعا بعد 2003 كثير من الكفاءات من رؤساء جامعات وأطباء ومهندسين وباحثين لهم دور في بناء العراق قد تم اغتيالهم أو تهجيرهم قسريا للنهي بنفسهم عن هذا الوضع الغير مستقر. فأنا أعتقد أن الحكومة هي يعني غير قادرة بوضعها الحالي وعدم وجود يعني جهات تقوم بحماية هؤلاء الباحثين والعلماء من سطو وتصفية الجهات الخارجة عن القانون. دكتور، ما العلاقة بين تزايد وتيرة الهجمات على الأساتذة الجامعيين وإقرار قانون معادلة الشهادات الجامعية الأخير الذي ينظر إليه على أنه تقويض لمبدأ الرصانة العلمية في منح الشهادات؟ العلاقة طبعا هو القانون هذا اللي يسموه أو يسمى بقانون معادلة الشهادات الجامعية، وليس من حق حقيقة الجهة التي صدرت أو شرعتها هذا الموضوع. ما يتعلق بالشهادة الجامعية هو اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه طبعا يعني مقرة هذه من تعليمات سابقة ومن قوانين سابقة، هي الجهة التي تقرر صلاحية
منح الشهادات. الآن بهذا القانون الجديد أصبح الموضوع يعني موزع وضعيف على مؤسسات ما بين عسكرية ومدنية، وقسم منها تعود إلى مجلس النواب. يعني ما أعرف أنه إحنا كأعضاء التدريس وكأكاديميين يعني لا نقر أنه مجلس النواب هو الذي يقوم بتشريع أو بمعادلة شهادة جامعية، لأن هو له واجبات أخرى. هناك كثير من مشاكل المجتمع اللي تحتاج إلى تشريعات وقوانين، الأفضل أن يعمل عليها ويصدرها ويضعها موضع التنفيذ. أما هذا الموضوع هو لا يدخل في إطاره، وهو عبارة عن حقيقة يعني وضع التعليم العالي بوضعه هو التعبان أو السيء إلى وضع أسوأ، وتشريع شهادات لبعض الناس المسؤولين في الدولة وهم لا يمتلكون حتى شهادة ابتدائية. هذا الموضوع حقيقة يعني ربما يساعد، وهناك علاقة ما بين من يمنع أو يعترض على هذا التشريع طبيعي بحكم عقلية العلمية والفكرية والتشريعية للعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ما تبعات إفراغ العراق من كفاءاتها العلمية عبر الاغتيال أو التهجير والاختطاف على مستقبل العراق؟ طبعا المقصود هو من وجود الاحتلال وما بعد الاحتلال هو إفراغ العراق من كل كفاءاته وأطباء ومهندسي وقدراته العلمية، لكي يبقى هزيل وضعيف ومتخلف ولا يوجد له أي نافذة إلى العالم. طبعا هذا الشيء الذي احنا نختاره يوميا من أضواء التدريس هو بناء يتراوح ما بين 3 عقود إلى 4 عقود، 40 سنة، لكي نبني أستاذ أو دكتور بتخصص معين. والعالم اليوم يتباهى، الدول بعض الدول العربية المتقدمة وبعض الدول العالمية تتباهى في استقطاب أعضاء من هيئة تدريس ذوي المؤهلات البحثية العلمية لبناء بلدانها والمحافظة على مخرجات التعليم وجودته وبناء بنية تحتية ممكن أن تنقل البلد من التخلف إلى المستوى التطور. هذا هي من يتباهى به العالم، ومع الأسف الحالة معكوسة في العراق. كل الكفاءات الطيبة والجيدة أما تقصر للخروج إلى خارج العراق، ولا يوجد أي تشريعات لإعادتها أو إعطاها حقوقها، أو تصفى بشكل اغتيالات كما يجرى الآن مع الأسف في بعض مرافق الدولة، واللي هو نزيف يجب أن يقف من خلال تشريعات قانونية وتنفيذ أمني عالي للمحافظة على هذه الكوكبة العلمية والعقول التي تبني بلدنا والتي تنقل إلى مصاف الدول المتقدمة بدل ما تبقي متخلف. شكرا جزيلا لك دكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.